موجز الخامسة من التناصح حياكم الله. أعلن 98 عضوا بمجلس النواب دعمهم لكافة الجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية، مؤكدين متابعتهم للتجهيزات الجارية لعقد مؤتمر باليرمو الدولي خلال الشهر الجاري. وأكد النواب في رسالة موجهة للمبعوث الأممي غسان سلامة أن مجلسي النواب والدولة هما الجسمان المخولان بإعادة تكليف رئاسة جديدة للبلاد، لا سيما مع قرب الإعلان رسميا عن أسماء شاغري مناصب المجلس الرئاسي الجديد. وحث الأعضاء المجلس الرئاسي المقترح وكافة الأطراف السياسية والعسكرية على الالتزام بأي اتفاق يصل إليه مجلسان النواب والأعلى للدولة في إطار اتفاق الصخيرات، مطالبين المجتمعين في باليرمو بدعم الجهود الجارية منذ الأشهر لتوحيد المؤسسات. أعلن المجلس الأعلى للدولة بأنه بصدد إعداد كيفية الترشح لعضوية المجلس الرئاسي الجديد. وأوضح المجلس في بيان له الاثنين أن مجموعة من أعضاء المجلس في المجمع الانتخابي بالمنطقة الشرقية أعلنوا فتح المجال أمام كل من يجد في نفسه القدرة والكفاءة لتحمل هذه الأمانة، مضيفا أن الخطوة تأتي التزاما بما تم الاتفاق عليه بين النواب والدولة بشأن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتطبيقا لآلية التي اعتمدت كأساس في اختيار أعضائها. ويأتي هذا الإجراء ترسيخا للمبدأ الديمقراطي وحرصا على إتاحة فرص أوسع للمشاركة بشكل موضوعي وشفاف بحسب نص البيان. أصدر وزير الداخلية بالحكومة المقترحة فتحي باشا آغا عددا من القرارات تقضي بتكليف 6 مدراء جدد للإدارات ومديريات الأمن ومنافذ تابعة للوزارة. وجاء في القرار الصادر الأحد تكليف كل من سالم جريميدا بمهام مدير أمن طرابلس، والطاهر المحمودي مديرا لإدارة المنافذ، وأسامة عويدان مديرا لإدارة المرور والتراخيص، وعز الدين الزروق مديرا لأمن منفذ مطار طرابلس الدولي، وخير العربي مديرا لأمن منفذ مطار معتيقة، وأحمد كركوب مديرا لإدارة العلاقات والتعاون. كما أصدر وزير الداخلية قرارا يقضي بإنشاء مكتب لشؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. رفض وزير الخارجية البلجيكي ديدي هرينديز الحديث عن مسألة تحرير فوائد وعائدات الأموال الليبية المجمدة في المصارف الدولية ومنها مصارف بلجيكية بموجب قرار للأمم المتحدة. ونفى هرينديز في تصريحات نقلتها عنه اليوم وسائل إعلام محلية أنه يكون أو أن يكون اتخذ أي قرار بشأن فوائد الأموال الليبية. وأشار وزير الخارجية البلجيكي أن هذا القرار يعود لوزير المالية، حيث أن هناك اختلافا في التأويل بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن موضوع تجميد الأموال والتعامل مع عائداتها على حد قوله. وشدد المسؤول البلجيكي على أن بلاده تستمر في تجميد الأموال الليبية كما كانت تفعل دائما. نهاية الموجز، إلى اللقاء.